ما زالت أمتنا تتعرض للاغتيالات وللسلب. كل لا هم له إلا النيل من الإسلام والمسلمين، لكن هذه الأمة أمة خالدة، أمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تمر بظروف تتعرج بها الأمواج، لكن هي أمة راسخة. إذا ما سقط شهيد تقدم غيره، إذا ما فني فريق تقدم غيره، وهكذا. لكن العظة، لكن الدرس المستفاد أن ندقق السمع وندقق البصر لندرك أن الصدق هو سبب النجاة. فترة بسيطة في مقطع مصور على السوشيال ميديا للشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم، رجل يتكلم بكل مصداقية: أنا لا أريد أن أموت بسبب الكورونا، أنا لا أريد أن أموت وأنا على فراش، بل أتوجه إلى الله أن يجعل موتي شهادة بيد أعدائي. لذلك هؤلاء أهل الصدق تجدهم في الصدارة، مش ورا ويدي أوامر وتقدم وتأخر، لا، لا ينأون بأنفسهم لأنهم يتعاملون مع الله، فتجدهم في مقدمة الصفوف. فإذا ما كان هناك لقاء هم أول من يجود بالنفس، لأنهم يتاجرون مع الله ويدركون حجم الشهادة، وكانوا أهل صدق وكانوا أهلها. ما تمناه أول أمس جرى معه اليوم. نعم، الذي قاله من أسابيع أمام الكاميرات وبينه وبين الله خط اتصال وحال من الصدق، ربنا حقق له الأماني. يا الله، وذهب شهيدا تهدم عليه ما تهدم، ليكون النموذج الذي يسير على هديه كل من خلفه من أهل الصدق وأصحاب العزة والباحثين عن الحرية الحقيقية. هؤلاء نماذج الإسلام يفتخر بهم، لا نحزن عليهم. فهناك في الجراب كثير، أمتنا أمة ولادة، خيرية فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. حتى وإن قالوا الحديث ضعيف لكن له شواهد. إنك أنت تقول يا رب وقول لك لبيك، أنت تجود بنفسك وربنا يتقبل، تسأله الشهادة وربنا يحقق. الثقة دي، النماذج المبهرة دي. هو عبد المنعم رياضي بتاعنا احنا مش كان بيتفقد على الجبهة وإذ بصاروخ يأتيه ويسقط بين جنوده؟ طب ما في المكتب وبالتليفون يقدر يتصل ويقول اعمل وسوي. لكن هؤلاء يرحبون بالشهادة لمعرفتهم بفضلها عند الله. سيدنا البراء بن مالك واحد من الصحابة الأماجد كان لما يدعو الله ربنا يستجيب. سيدنا النبي يبص فيه ويضحك يقول: إن منكم من لو أقسم على الله لأبره. تخيل، تخيل واحد من الناس العاديين إذا قال يا رب يقول لربنا لبيك. هو مين يقول لمين لبيك؟ إن منكم من لو أقسم على الله لأبره. الصحابة فهموا السر ده. فكان لما يدخلوا في غزوة ولا في معركة ولاقوا قد حمي الوطيس والأعداء كثر، يروحوا طايرين على البراء: ادعو الله لنا، انت مستجاب الدعوة، قول يا رب اكرمنا بالنصر، يا رب عجل بالنصر. فيدعو الله فيستجيب الله فينتصر أهل التوحيد. وفي إحدى المرات كان عدد المسلمين أقلية وفوجئوا بأعداد ضخمة من قبل خصومهم، واشتد الوطيس وحميت المعركة وضج المسلمون من الأعداد، أعداد تلو أعداد، أعداد تلو أعداد، أعداد تلو أعداد، أمواج من البشر ملوا. ففي الليل قالوا له:
يا براء أنت مستجاب الدعوة عند الله وترى ما الذي حدث. تعبني، مش قادرين، أحاط بنا عدونا أعداد رهيبة وإحنا أقلين. يا رجل ادعو الله غدا أن يمكننا الله أكتافهم وتكون الغلبة لنا عليهم. أنت مستجاب الدعوة، أنت الموجود فينا، قول يا رب. قال تريدون النصر على عدوكم؟ قالوا نعم. قال اللهم إني أسألك في الغد أن تمكننا أكتاف عدونا وأن تجعل الغلبة والنصر لنا، كما أسألك يا رب أن تجعل خصما يحاربني ويبارزني فيقتلني ويقطع أنفي ويفعل بي ما يشاء، فإذا وصلت إليك وسألتني يا براء فيما كان ذلك، أقول كان دفاعا عن نبيك وتوحيدك يا الله. شوف الأماني، أنتوا عايزين النصر خذوا النصر، بس أنا عايز الشهادة. وبالفعل قبل أن يؤذن للظهر انتصر أهل لا إله إلا الله ورفعت راية التوحيد خفاقة عالية، وانهزم الجمع من خصومنا وولوا الدبر، ومكننا الله من أكتافهم استجابة لدعوة البراء بن مالك. ثم بحثوا في الشهداء فوجدوه وقد مثل بجثته. يا الله، والتاريخ يعيد نفسه، ما أشبه الليلة بالبارحة. أمتنا ما زالت تقدم النماذج للبشرية كلها في الثبات، في الولاء، في التمسك بالعقيدة، في الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير الأرض، من أجل خلاص العرض. فإن ذهب شهيد فهناك الكثير الكثير يناشد الله الشهادة وهم أهل صدق. وصدق ربي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اخلفنا فيهم بشهداء جدد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بكل من قهرنا، عليك بكل من خذلنا، عليك بكل من توالى علينا وتواصى علينا. اللهم عليك بالكفرة والمارقين والمخادعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشق بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقى. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليك فيها معادنا. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحم أمواتنا، وعوض على إخواننا المحرومين، وزوج شباب المسلمين، واستر بنات المسلمين، وسلم المسافرين والمسافرات والمعتمرين والمعتمرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، وردنا إليك ردا جميلا.